ريال ملحاوي لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم. كنرحبوا بك في طنجي سبور تي في. بغينا نعرفوا اول حاجه الحاله الصحيه ديالك، واش الامور كل شيء على ما يرام؟ فصراحه فالاصابه اللي تعرضت لها في مدينه اكادير فاصابه متفاوت الخطوره، خصوصا انني ديت واحد 10 غرز في الراس ديالي. فالحمد لله الالطف الالهيه كانت معنا والدعاوي ديال الوالدين، فنطمن الجمهور طنجة على صحه جيده، وخصوصا الطبيب عطاني اسبوع راحه، لكن انا قررت معيه الجهاز الفني والتقني ديال اتحاد طنجة باش نكون حاضر في هذه المقابله، نساعد الاصدقاء ديالي لانني جيت لمدينه طنجة باش نساعد الاصدقاء باش نساعد الفريق في الصعود للقسم الاول. هذا الوقت ماشي وقت الراحه والاستجمام. كيفاش لقيتي السي زكريا المحاوي الاجواء ضمن فريق اتحاد طنجة كره القدم؟ فصراحه فاجواء جيده، فاجواء ما كتلقاش حتى في انديه في القسم الوطني الاول. نظن بلي الكل ساعدني باش نتاقلم هنا مع اللاعبين اللي كنعرف المعظم ديالهم اللي كانوا يلعبوا ضدي في القسم الاول. نظن بلي ان الهدف ديالنا هاد السنه هو صعود القسم الاول اول شيء، ومن بعد ذلك لكل حادث حادث ونعزوا المكانه ديالنا في القسم الاول. هذا الشيء بكري عليه، ولكن نظن باننا في خطه ثابته ان شاء الله نحصل على القسم الاول. زكريا الملحاوي، لعبتي ضمن العديد من الفرق وتعيشتي مع الاجواء ديال العديد من الجماهير، كلك توصف لي هذا الجمهور ديال طنجة. فصراحه الا جيتي تشوف جمهور اتحاد طنجة وفريق كيزاول في القسم الثاني وعنده هذا الجمهور هذا الحضور الجماهيري اللي كيكون دائما في الملعب الكبير بطنجة، فهادشي كيدل بان الحب الكبير لهاد الجماهير لهذا الفريق. فالكل كيحج بكثافه، والمقابله كانت السبت اول حد كيحج بكثافه في الملعب طنجة الكبير كيساند الفريق ديالو. هذا هو الهدف ديالنا، ان الجمهور يكون ساند الحقيقي ديالنا، يكون معنا في السراء والضراء باش يدعمنا، ونكونوا ان شاء الله حنا في المستوى باش نصعدوا بالفريق هاد السنه القسم الوطني الاول. زكريا الملحاوي، شنو يمكن لك تقول للمستمعين ديالنا عبر العالم، المستمعين ديال راديو طنجة سبور كذلك المشاهدين ديال قناه تي في طنجة سبور؟ فالوعد اللي غادي نقطع لهم هو ان الفريق ان شاء الله غادي يعمل مجهود، ولاعبين غادي يكونوا في المستوى ان شاء الله باش يحققوا الاحلام ديال الساكنه الكبيره ديال مدينه طنجه، الناس ديال طنجه لا هنا في المدينه لا خارج المدينه لا خارج المغرب. فنوعدهم ان شاء الله هذه السنه بانه يكون الحلم ديالهم وهي الصعود ان شاء الله للفريق القسم الوطني. زكريا الملحاوي، كلمه اخيره على اثير راديو طنجه سبور كذلك الصفحه ديال طنجه سبور .com. فبدوري كنشكركم على هذه الاستضافه ديالي في طنجة سبور، فنتمنى نكون سند حقيقي للاصدقاء ديالي في الصعود.